تجمع نساء زنوبيا في دير الزور وباسم كل امرأة عاشقة للحرية نبارك ونهنى للرفيقات وحدة حماية المرأة بيوم 8 من آذار، واليوم نقف وقفة عز وكرامة أمام رفيقاتنا المناضلات في صفوف حماية وحدات المرأة التي أدت واجبها الوطني في تحرير الأراضي السورية. لتنعم جميع النساء بالأمن والأمان والحرية. اسمي فيان قامشلو، وهلا نحن بمنطقة الجزرة بمركزها. نحن احتفلنا باحتفال 8 آذار مشان المجالس المدنية، الأهالي، لأنه ببعض منهم ما بيعرفوا مناسبة هذا اليوم، ونحن احتفلنا فيها مشان كل نساء العالم بيحتفلون بهذا اليوم. ونحن كقوات اليابجي اليوم عم نقوم بمقاومات أكثر وشهداء كمان بيها، ونحن حابين أنه كموضوع المرأة بأساس العبودية أنه تطلع من هذا الشيء ونحررها كل المجتمع. بهذا الشيء احتفلنا، مثلا المجالس المدنية كمان إجوا مثلا عرضوا هديات كمان لقوات يابجي وحدات حماية المرأة. ونحن أساس يعني احتفلنا فيها هي أنه بيوصل هذا الفكر أنه بي 8 آذار بيوم للمرأة العالمي، ونبارك هذه اليوم لكل نساء العالم للقائد أبو وللشهداء. بالنسبة لهذا اليوم يعني عقدنا احتفال مشان النساء بشكل عام، هو اليوم هو 8 آذار، وهذا اليوم هو يعني اليوم المقدس اللي أعلنت به حرية المرأة وحقوقها واحترام المرأة للشعب واحترام الشعب للمرأة بشكل عام. بروح 8 آذار سنحرر جميع الأراضي المحتلة. كقوات عسكرية كمرأة بشكل عام نهار مقدس، لأن المرأة دائما مظلومة، المرأة دائما ما كانت تفهم حريتها، ما تفهم حقوقها. بفكر الفلسفة القائد أبو المرأة فهمت حريتها، يعني صارت تعرف إنه هي لها حق بهالحياة، صارت تفهم حريتها، صارت لها هدف بهالحياة. يعني سبب الاحتفال اليوم نبارك كل النساء، نحرر كل مرأة مظلومة. دائما احنا نمشي على هالطريق هذا، ما نخلي أي مرأة مظلومة، ما نخليها بعازت أي شيء. بالنسبة كقوات عسكرية أو كقوات مدنية احنا جاهزين لكل شيء.